بداية أحب أعرف عن نفسي. خلود المزيني، محلل اتصالات ودعم البنية التحتية. بداية مشوار عملي في المؤسسة كانت في قسم الاي تي كإداري، وبسنة 2013 انتقلت إلى قطاع الموارد البشرية لمدة تقريباً 6 سنوات. كنت أطمح أطور من نفسي وحباً في فريق الاي تي، كملت دراستي اللي هو تخصص الاي تي، والحمد لله حققت حلمي. وأنا فخورة أني رجعت إلى إدارتي السابقة اللي هي الاي تي، بيتي الثاني والشغل والمجال اللي أنا أحبه. فالح الدوسري، كمبيوتر انجينير، تعينت في مؤسسة البترول الكويتية من 2012 في دائرة تقنية المعلومات. من خلال مسيرتي العملية انتقلت من أكثر من قسم، وانتقالي هذا الحمد لله اكتسبت منه العديد من الخبرات، خصوصا في وجود الشباب اللي ما قصر ولا توانى بأنه يقدم لي المعلومات اللي أحتاجها في مجال العملي. من اهتماماتي متابعة آخر تطورات التكنولوجيا اللي راح تفيدني في حياتي العملية وحياتي الخاصة أيضا. خبرتي السابقة كانت في وزارة الكهرباء والماء لأكثر من 2 سنين، وحسيت بالفرق بين القطاع الحكومي والقطاع النفطي في وجود التحديات الكثيرة ووجود الفرصة الملائمة لأي موظف أنه يطور من نفسه وأنه يتحدى نفسه ويوصل لأعلى المراتب. هناء الرهيف، كمبيوتر سيستم أناليست KPC IT. مسيرتي في الاي تي تقريباً 12 سنة، ودوري الأساسي كان في دعم وبرمجة النظم. من خلال مسيرتي كان هدفنا الأساسي تحويل النظم اليدوية التقليدية إلى أنظمة آلية منظمة، وهالشيء وفر الكثير من الوقت والجهد وقلل من الأخطاء البشرية. خلال هالسنوات تعلمت الكثير وتطورت، واجهتني تحديات، لكن في نظري التحديات تجعل وظيفتي ممتعة وشيقة، وما في مجال إن الشخص يتهاون، ما في مجال للتراخي. زملائي وزميلاتي، عائلتي الثانية، وإدارتي my home away from home. السلام عليكم، معكم حسين غلوم، خريج هندسة كمبيوتر من جامعة الكويت، وفرد جديد في عائلة الكي بي سي، وأبداً ما حسيت نفسي غريب بسبب تفشي روح الأخوة في أرجاء المؤسسة كلها. العمل في المؤسسة والذات دائرة تقنية المعلومات يحفزني دائماً، يدفعني أني أتقدم وأتطور وأواكب جميع التطورات في مجال التقنية. أطمح أني أكون عضو فعال في تقدم المؤسسة اللي بالنهاية راح يصب في مصلحة دولتنا الحبيبة. أطمح أني أشوف الترابط الإلكتروني يضم جميع جهات الدولة منها الحكومية والخاصة. فاطمة اللنقاوي، خريجة الجامعة الأمريكية بالكويت، تخصص كمبيوتر إنجينيرينج، موظفة جديدة في إدارة تقنية المعلومات. حابة الشغل في إدارة تقنية المعلومات لأن في تحديات، هالتحديات تخليني كل يوم أتعلم شيء جديد، مو بس في مجال تقنية المعلومات، حتى في مجال تطوير شخصيتي وطرق تواصلي مع زملائي في العمل. خلال فترة قصيرة لاحظت روح التعاون الموجودة بين زملائي في العمل، وشلون كلهم يشتغلون كفريق واحد لتحقيق أهداف الديبارتمنت. أطمح أني أشتغل في مشاريع تطورني وتزيد من خبرتي، والأهم من هذا تخدم الـ KPC والقطاع النفطي.